ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في عالم سباقات السيارات وبالاخص عالم سباقات السيارات بتاعت فورمولا 1 الجائزه الكبرى، بيقولوا كده في مقوله بتتقال بالانجليزي بيقول لك رين از ذا جريت ايكولايزر، يعني المطره لما بتنزل على الحلبه بتخلي الناس كلها تتساوى ببعض، العربيات كلها بتقرب من بعض. انتوا بتشوفوا في كل السباقات الجائزه الكبرى الجراند بري انه مثلا الايام دي في افضليه لماكلارين، ان هم احسن من ريد بول، ريد بول بقى لهم فتره واقعين شويه، تلاقوا فيراري عاملين كده رجوع برضو المره اللي فاتت لما لكلير كسب، يعني في كده ايه تفاوت، وتلاقوا ساعات في عربيه مهيمنه زي ما شفتوا مثلا الفتره بتاعت مرسيدس مع لويس هاملتون، واخر ثلاث بطولات جايزه كبرى مع ريد بول وماكس فيرستابن. لكن المطره بالذات هي اللي بتخلي كل العربيات تتساوى ببعض، فما يفرقش اداء العربيه قوي في المطره لان كل العربيات مش لاقيه الجريب، مش لاقيه انها تمسك على الارض، وبالتالي الفروقات في الايروداينامكس والفروقات في ازاي بيتعاملوا مع الملفات والتعامل مع الكاوتش ومع الفرامل وحراره الكاوتش وحراره الفرامل وارتفاع العربيه من الارض، كميه المعاملات اللي بتخش في سباقات الجراند بري ملهاش اول ولا اخر، بتفرق من العربيه الثانيه. الوينج الخلفي شكله ايه، الوينج الامامي شكله ايه، ويمكن شفتوا الايام دي بيتكلموا عن الوينجز فيها حته جزء بتلتوي شويه من قدام وورا، برضو قال لك في وينج ممكن يبقى يعني اكنه بيعمل ميني دي ار اس اللي فيكم تابع سباقات السرعه. فالحته التكنيكال في العربيات بتفرق جدا، بتفرق جدا لدرجه العربيات بتشوفوا فروقات كبيره جدا من اللي هم اوائل الجريد الاي ليسترز وبعد كده الميدل اللي هم الوسطانيين والاخرانيين، الا لما المطره بتنزل. فانا لازم اتكلم شويه على الجران بري بتاع ساو باولو اللي فات اللي في البرازيل، ونتكلم شويه على ماكس فيرستابن. اوكي، ماكس فيرستابن مبدئيا رجع من بي 17 اللي هي اخر الجريد خالص الى بي 1، كسب بالجائزه الكبرى، ده انجاز كبير جدا. ما هوش الوحيد في عالم فورمولا 1 عشان تبقوا عارفين، يعني مثلا لو رجعت استنى احاول افتكر، كان في سنة 2000 كان روبنز باريتشيلو اعتقد ده رجع من ال 18، وبعدين في 2005 كيمي رايكنن يعني اللي هو برضو ايس مان زي ما بيقولوا عليه رجع من بي 17 من برضو نفس الوضع 17، وفي جانسن باتن اللي هو برضو موهوب جدا على فكرة عشان تبقوا عارفين في 2011 رجع من المكان 21، بس كانت السباقات دي كلها فيها لخبطة شديدة جدا. بجد بتشوفوا موهبة السائق بتاع فورميلا 1 بتبان في المطرة. ومين كان أسطورة برضو لازم نتكلم عليه شوية، حبيب القلب بالنسبة لي اللي هو يعني رول موديل أنا بحتذي بيه جدا، مايكل شوماخر كان عبقري في المطرة. وسنة بص أنا بحب يعني عند يعني اوكي خلينا نبقى واضحين، مين انا عشان اعلق على سواقين الفورمولا 1؟ دول كلهم يعني الكريمه بتاعت الريسنج في عالم السباقات كلها، لكن انا بالنسبه لي كمعلق على الاحداث دايما كنت بحس، يمكن انا يعني ان لويس هاملتون 7 بطولات وما لوش حل قد شوماخر وكله، ولكن كنت بحس ان كان جزء كبير جدا راجع لهيمنه العربيه نفسها، هيمنه مرسيدس في عالم السباقات وقتها، هيمنة كانت كبيرة جدا، مفيش شك ان هو موهوب. ولكن انا بالنسبة لي لو هتكلم على الموهبة بحس انه لا، ماكس فيرستابن مش كل الناس لازم تحبه، ممكن الناس تحبش اتيتيود اللي هو يعني ناشف وكلامه دايما دبش وما بيزوقش الكلام ومش بتاع حركات، ده بيعجبني اكتر الحقيقة، بس دايما بحس ان هو ايه عنده الموهبة الاكبر، بالذات ان انتوا لما تشوفوا مثلا زميله في ريد بول اللي مضيع لهم البطولة بتاعت الكونستراكتورز تشامبيونشيب تشيكو بيريز، سيرجيو بيريز عنده مشكلة كبيرة، هو مش ما يقارنش خالص، عربيتين زي بعض ومع ذلك تشيكو بيريز مفيش في آخر الجريد ومش عارف يعمل أي حاجة، وبالتالي مضيع على ريد بول الكونستراكتورز تشامبيونشيب لأنه ما بيكسبش معاه مش 1 و2 أو 2 و3 زي مؤخرا فيراري ومؤخرا برضو زي ما انتم شايفين ماكلارن. فلا، ماكس فيرستابن موهوب، شوفوا اول بدايه السباق، شوفوا الطلعه بتاعته ازاي اخذ الخط الناشف من التراك او الانشف نسبيا وعرف يطلع مش عارف من 6-7، وبعد كده عمال بيرمي فاست سلابس مش عارف 17 فاست لاب حاجه كده، ارقام غريبه من نوعها
موهبة، وهو كمان كان عائد لينتقم زي ما تقوله من اللي كان حصل له قبل كده، ما كانش عنده كذا مكسب يعني، كان أول مكسب من أعتقد من يونيو، فهو جاي سخنان وسخنان على البطولة كلها، ووسع الفرق. وغالبا في لوس أنجلوس الجراند بري اللي جاي هيكون في الغالب كسب الـ 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 البطولة الرابعة بتاعته اللي هو يستحقها عن جدارة. يعني لو قارنتوه بواحد زميل لي زي لاندو نورس، لاندو نورس برضه هقول لكم كلهم موهوبين وكل اللي انتوا عايزينه، وانا مش مفيش حد يقدر ينتقد ولا يقول اي كلام من ده، لكن شوفوا الفرق الموهبه بتاع لاندو نورس وصاد ماكس فيرستابن. ولاندو نورس عدواني وعايز يكسب وسخنان وعايز فرصته وحاسس ان دي فرصه جايه له بالعربيه فهو سخنان، لكن برضو موهبته ما تقارنش بواحد زي ماكس فيرستابن. انا بالنسبه لي ماكس فيرستابن بقاله فتره زي يعني العظام بتاعت الرياضه دي كلها على بعض، انا احطه جنب سنة جنب شوماخر في الموهبه، في زي ما بيقولوا البيور تالنت، وباند جدا في المطره، وزي ما قلت لكم رين از ذا جريت ايكولايزر، بتخلي العربيات كلها تتساوى والافضليه كلها بتنتهي، واللي بيفضل لك مين؟ الموهبه بتاعت القائد او البايلوت بتاع العربيه. وزي ما شفتوا ألبين بيير جازلي واستبان أوكون 2 و3 برضو مراكز ما كانوش يحلموا بيها، وبرضو هم موهوبين مفيش شك. وبرضو لازم نتكلم على موهبته لحد كبير بس مازال شوية متذبذب، لأن ممكن تعتبروه روكي بكل المقاييس، اللي هو أوسكار بياستري القائد الثاني اللي في فريق ماكلارن، اللي هو حرام يتحط في البوزيشن بتاع الموقف الثاني، ليش؟ إن هو حاليا يعني مازال يعني يعني عنده امل انه يكسب البطوله، وان كان دلوقتي الامل راح. بس ما عنديش اي حاجه اقولها غير برافو ماكس فيرستابن، موهبتك وكنت سخن جدا نار، واحد من اعظم الجراند بريز اللي انا اتفرجت عليها افتكرها بجد. وكان اللي دايما بحبه جدا جدا برضه، وشفت له حاجات دي زمان كتير قوي، دي عشان كده انا كنت احب قوي مايكل شوماخر، انا من الجيل اللي هو طلع وانا صغير بتفرج عليه، اللي هو عملها كتير قوي مع بنتن اللي فيكم يفتكر، وهو وانا صغير بتفرج بقول ايه ده، بيبقى في اخر الجريد ويكسب عشان الموهبه والدرايف تو سكسيد والدرايف ان هو يكسب. مواهب كتيره جدا بس ماكس فيرستابن من الجامدين جدا، وواحد من احلى الجراند بريز اللي اتفرجت عليها. بس كده انا عارف في 5-6 بيتفرجوا معايا على جراند بريز، و5-6 بيطالبين ان انا اعلق على السباقات الجائزه الكبرى، وهنستنى خلاص فاضل 3 سباقات لوس انجلوس وكام واخر واحد نسيت، هم 3 بتهيألي بس اللي فاضلين، وعدد النقط اللي فاضل مش كتير، ولكن انا شخصيا جو ماكس. بس كده، سلام.